جزى الله عنا كل أم وزوجتي وأخت وبنت منه خير مثوبتي، فهن اللواتي قمن في شهر صومنا بحمل ينوء بعصبة ذات قوة، قضينا جميع الشهر في البيت خدمة، يردن لنا صوما به كل راحة، فيطبخن نصف الليل والقوم نوام، ويطبخن بعد الظهر حتى العشية، مناهن أن يرتاح زوج ووالد إذا التذ من بعد الصيام بطبخة. جمعنا إلى فضل الصيام فضائلا وأجرا على ما قمن من حسن صنعتي، وكم مفطر قد فاق في الأجر صائما، فكيف إذا ما صام في حال خدمتي. جزاهن رب العرش عنا مثوبة، وأدخلهن الرب فردوس جنتي. ندائي لأحرار الرجال ترفقوا بهن، ففي القرآن نص الوصية، بعشرة معروف وإكرام محسن، ولا خير في جاز لفضل بجحدتي.